بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين، وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. في رحاب القرآن وفي الحديث عن القرآن يتجدد اللقاء معكم مشاهدي الأفاضل في هذه الجلسة المتجددة من برنامج مفاتيح الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. الحديث هذه الأمسية مشاهدي الأفاضل كما ذكرت عن القرآن الكريم، وعن حالنا مع القرآن الكريم، وعن حالنا مع وصية المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. ما هو حالنا اليوم مع كتاب الله ومع القرآن الكريم؟ ما هي علاقتنا مع القرآن الكريم؟ وكل واحد مشاهدي الأفاضل في بيته مصحف، هل نطلع على هذه المصاحف؟ هل نخصص في زحام يومنا ورد من القرآن الكريم لنتدبر فيه؟ وهذا هو الهدف من نزول القرآن الكريم من الوحي المنزل، والعلماء الأجلاء يقولون: علم ابنك القرآن والقرآن يعلمه كل شيء. مشاهدي الأفاضل، نغوص هذه الأمسية في هذه المواضيع وفي هذه المحاور، عسانا أن نجدد علاقتنا مع الله ومع هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي يحصننا من كل شيء وهو صمام الأمان، خاصة في هذه الآونة الأخيرة. وفعلا يعني هذه حقيقة نقولها، هو حالنا يرثى له وعلاقتنا مع القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. ناقشونا مشاهدي الأفاضل، تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا لإثراء النقاش عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى، ونناقش هذا الموضوع مع الأساتذة الأجلاء الذين ينورون هذه الجلسة المباركة. معنا الأستاذ الفاضل عمارة والناس. أهلا وسهلا أستاذي الفاضل. أهلا سيدتي الكريمة، وشكرا متجددا كثيرا على دعوتك الطيبة الكريمة، بارك الله فيك. ويشرف البرنامج هذه الأمسية مع هذا الداعية الصغير متخرج من معهد الدعاة من موريتانيا وأستاذ أصول الفقه في جامعة تلمسان. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ الفاضل. حياك الله وبيك، وشرف لنا أن نكون معكم. نعم، الشرف لنا إن شاء الله لإثراء النقاش في هذه الأمسية المباركة. إذن الحديث ذو شدون أستاذ عمارة، يعني عندما نتذكر القرآن، وعندما لا نتذكر القرآن وإنما نتذكر علاقتنا مع القرآن الكريم، كل مسلم يتحسر وحسرة شديدة، لأنه هذه شهادة، كلنا مقصر في القرآن الكريم، سواء في علاقته في قراءته للقرآن أو في العمل بالقرآن، وهذا هو الهدف من نزول الوحي المنزل. بداية، قبل أن نتحدث عن هدف نزول القرآن الكريم، نتحدث عن هدف النزول وحال السلف الصالح مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب وسخر الصحاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، الشكر متجدد سيدتي الكريمة على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الفضاء الطيب في قناة القرآن الكريم وفي هذه المفاتيح التي نسأل الله أن تكون مفاتيح خير على الشعب الجزائري وعلى الأمة الإسلامية. ونحن بصدد الكلام كما تفضلتي على في الكلام على موضوع في الحقيقة موضوع ذو شجون. هو الأساس. نعم، هو الأساس في حياتنا وما وصلنا إليه. نعم، أكيد أكيد. القرآن هو الأساس، القرآن هو المبدأ، القرآن هو المنتهى، القرآن هو الوسيلة، القرآن هو الهدف، القرآن هو الغاية. فكتاب الله تبارك وتعالى، هذا القرآن العزيز، أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم عن طريق جبريل عليه السلام وعلى قلبه الرحيم، أنزله لينذر به العالمين. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالقرآن الكريم هذا كتاب الله تبارك وتعالى، ورسالته السماوية الخالدة والمعجزة الباقية إلى يوم الدين. نعم. العجيب أن نحن أمة القرآن الكريم يجب أن نفهم شيئا مفيدا، وأن نفهم شيئا يعني أراه في هذه المقدمة ضروريا. لو سألنا يهوديا عن التوراة
هكذا؟ نعم. لو سألنا يهوديا عن التوراة وقلنا له ما هو كتابكم؟ سيقول التوراة. فنقول أين هي التوراة؟ فإذا ما درست التوراة وجدناها محرفة ودخلت عليها أيدي البشر، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه في آية أخرى. فالتوراة حرفت. ثم نسألهم عن المعجزة، أين معجزتكم؟ أين الدليل على هذا التوراة؟ سيقولون عصا موسى ويده التي كان إذا أدخلها إلى جيبي فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لكن قلهم أين هو؟ أين هي؟ أين هي العصا؟ أين هي اليد؟ سيقولون ذهبت مع موسى عليه السلام. إذن لا معجزة بقيت ولا توراة حفظت كما حفظ القرآن الكريم. وإذا ما جئنا إلى المسيحيين النصارى نسألهم عن كتابهم سيقولون كتابنا الإنجيل. إذا ما درسنا الإنجيل وهم الآن يعترفون بهذا، يعني المنصفون منهم، المنصفون منهم والصادقون فيهم ومع أنفسهم يعلمون قصرا أنه يعني محرف، أن الإنجيل محرف. ثم نقول أين معجزتكم؟ سيقولون معجزتنا أن عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تبارك، ونحن نؤمن بهذا بالمناسبة ونؤمن أكثر منهم. لكن نقول أين المعجزة؟ يقول ذهبت مع عيسى عليه السلام. عندما نسأل عن القرآن الكريم أو يسألنا أحد ما نحن المسلمين عن القرآن الكريم عن رسالتنا نقول ها هو القرآن الكريم هو رسالتنا. ويقولون أين معجزتكم؟ نقول معجزتنا هي القرآن الكريم. فالقرآن الكريم رسالة والقرآن الكريم معجزة في أن الواحد. القرآن الكريم هو الرسالة والقرآن الكريم هو المعجزة، ولذلك الله سبحانه وتعالى حافظه ليبقى للبشرية لأن يرث الله الأرض ومن عليه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. ولذلك القرآن تحدى ولا يزال يتحدى ولا يزال. قل فاتوا بسورة مثله، وفي آية قل فاتوا في سورة بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن الكريم أو مثل القرآن. نعم تدانيها نعم ومثلها ولم يستطيعوا. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وانتهى الموضوع. فإن لم تفعلوا في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا لا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل. مستقبل. نعم. فهذه الرسالة القرآن الكريم هو رسالة الله للعالمين، رسالة الله للإنس والجن لهدايتهم إلى طريق الصواب، لهدايتهم إلى طريق الرشاد، لهدايتهم إلى طريق الحق. ومثل ما هذا القرآن الكريم عندما نتكلم عنه فنحن نتكلم عن رسالة الله لله، رسالة الله للخلق أجمعين. والله سبحانه وتعالى كما سبق أن قلنا في هذا المقام عندما خلق الخلق لم يتركهم لأنفسهم، لم يتركهم سودا، وإنما الله عز وجل برحمته وبعدله وبإنصافه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. نعم. أرسل الرسل بشر للبشر وأنزل معهم الكتب لهداية الناس لله رب العالمين لطريق الحق، حتى لا تكون حجة للناس على الله بعد الرسل. هكذا؟ نعم. فعندما نتكلم نحن عن القرآن الكريم وعن علاقتنا بالقرآن الكريم فأنا نتكلم عن رسالة الله عز وجل لنا، عن هداية الله لنا، عن نور الله، عن روح الله. القرآن الكريم كما سنرى فيما بعد ممكن إذا كان توفر الوقت إن شاء الله، يعني جاءت فيها أوصاف عجيبة وغريبة، فهو هدى وهو نور وهو موعظة وهو شفاء وهو روح. نعم. بما أنكم تحدثتم عن القرآن الكريم ونحن نتحدث هذه الأمسية كما ذكرت في معرض الحصة استحضرنا حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن القرآن الكريم الذي هو صمام الأمان لهذه الأمة في كل النواحي. نتحدث اليوم وضع هذه الأمة وحالنا مع القرآن الكريم، نتذكر الآية التي تتحدث عن هجران القرآن الكريم. طيب قبل أن نتحدث عن هجران، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا في الفرقان. نعم. ما هي العلاقة التي يجب أن تكون أن يكون عليها المسلم مع القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف رسل رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الجاحظ في بداية كتاب التبيان وكان كثيرا ما يبدأ بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العي والحصر والسلاطة والهدر، كما أعوذ بك ربي من العجب فيما أحسن ومن التكلف فيما لا أحسن. وقبل أن أبدأ أقولها: أنا أحدث الناس عن علمي لا عن عملي. نعم. حتى لا يفهم نقيض مقصودي. أما فيما يخص سؤالك فإن المسلم ك
كما تقدم الأستاذ أن هذا القرآن هو كتاب رب العالمين، ولقد عرف التاريخ الإسلامي منذ أن جمع القرآن في عهد أبي بكر عرف أفدادا من الرجال وأئمة من الأخيار أفنوا أعمارهم وقضوا أيام حياتهم في كلام ربهم، إما يعلمونه أو يدرسونه أو يدرسونه أو يتلونه، وفوق كل هذا كانوا يعملون به، لأنهم علموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا العمل الصالح. صح. استفتح شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسير قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، استفتحها بعد صلاة المغرب ليفسرها، فمكث رحمه الله يبكي إلى أن أدن العشاء ولم يفسر آية واحدة. كيف يتصور أن يفسد أحد في الأرض بعد إصلاحها؟ وفسر قوله تعالى فإن مت فإنهم الخالدون، فهم الخالدون في أربع ساعات، أفإن مت فهم الخالدون في أربع ساعات، لم يعد كلمة قالها ولم يخرج عن الموضوع. هذا هو آخر من أدركنا من الأئمة المجتهدين الذين يؤخذ عنهم الكلام في العلم أخذا كليا. هذه كمقدمة وتمهيد لما سأقول. أما علاقة المسلم فإن القرآن الكريم كلام الله وأهله أهل الله. روى ابن ماجة من حديث أنس بن مالك في النسائي وأبي الدرداء ومصنف أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، أهل الله وخاصته. وفي رواية الدارقطني إن لله أهلين، قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل الله وخاصته. ولقد جعل الله في الدنيا لأهل القرآن صدور المجالس، وفي المساجد صدور المحاريب، وفي القبر أول البرزخ، وفي القيامة أهل الله وخاصته. نعم. قال شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. هذا كله يصب وينم عن أن أهل القرآن هم أفضل الناس، وأن القرآن وأفضل الكلام. لهذا كلمة لطه حسين تحسب له، وأنا لا أتكلم عن دين الرجل إنما أتكلم عن كلامه. نعم. طه حسين قال سئل أين تصنف القرآن، في الشعر أم في النطر؟ فإن كلام العرب إما أن يكون شعرا أو نطرا، والله قال قرآنا عربيا، أي لا يخرج عن هذه الصنفين. قال طه حسين إن القرآن قرآن، شعر ونطر وقرآن، فالقرآن قرآن. أما حال المسلم اليوم فهو أكيد غير حال سلفه. غير حال سلفه، فإن السلف كانوا وقافين عند حدود الله. كان عمر إذا سمع الآية بكى، وأبو بكر عرف بأنه رجل أسيف، حتى أن ابنته عائشة تقول إن أبي إذا صلى بالناس لا يفهم كلامه، رجل أسيف بكاء. وفي الحديث الموضوع الذي وضعه بعض أهل العلم وحسنه الألباني عند المتأخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معشر الأنبياء قوم بكاء، وتنطق على لغة تميم بكاء بتشديد الكاف. ما معنى بكاء؟ أي قل كلامهم إلا فيما يفيد، ودمعت عيونهم في كلام ربهم. والشرح هذا لا أظن أذكره جيدا، ولكن أظنه الإمام السبكي علق هذا الحديث فقال إن هذا الحديث وإن كان موضوعا لفظا وسندا ومعنا إلا أنه منقول عيانا وبيانا. والشاعر قال وهذه القضية في حكمها مرضية، أثبتها البيان والنقل والعيان. أما كجواب ملم حال الإنسان مع القرآن في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي آية أخرى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله، أي أن الإنسان يتفقد قلبه حين يذكر الله، حين يذكر القرآن. الإيمان درجة عالية، منزلة جليلة، درجات لا يوفق، درجات لا يوفق لها إلا الصالح. لهذا حتى القرآن قال الله يعطيه للذي اصطفاه، أن الله إذا اصطفاك وأعطاك كلامه فاصطفي نفسك. نعم. وتجنب الردائل.
طيب جميل ما ذكرته، ملم وشامل لكيف يجب أن تكون علاقتنا مع القرآن الكريم، وفعلا نتحسر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا لأننا بعيدين كل البعد. القرآن الكريم متواجد في كل مكان، مسموع كان أو مكتوب، ولكن فعلا نحن هجرنا القرآن الكريم. طيب أستاذي الفاضل، ما هي خصوصية القرآن الكريم؟ كيف يعني سامحيني؟ ما هي خصوصية القرآن الكريم حتى تكون لدينا علاقة معه مثل ما ذكر فضيلة الأستاذ؟ هو الأستاذ الحفاظ هذا، تفضل تفضل. شنقيط بالمناسبة شعراء ومحدثون ما شاء الله وحفاظ، حتى العلامة محمد الشنقيطي ولد الدد معروف بالحفظ يعني عجيب. نعم كلهم الله يبارك، من يتخرجون من شنقيط ومن تلك المعاهد يعني ما شاء الله علما وعملا إن شاء الله وقولا وحفظا. لا شوفي اختي الكريمه، احنا قلنا ان القران الكريم ليس ككلام البشر، خصوصيته انه من عند الله رب العالمين، انه كلام الله، هذا ليس كلام بشر، انه كلام رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين، وانه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين، بلسان عربي مبين. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام هو كلام رب العالمين للناس، كلام رب العالمين لخلقه، يعني يناديهم، يواسيهم، يرشدهم، يهديهم، ينصحهم، يعني يردهم عن إذا أخطأوا، يعني حتى أن الله سبحانه وتعالى ربما يعني أمور عجيبة في القرآن الكريم، نجد فيه أمورا كثيرة، منها أن الوصف الغالب على هذا القرآن الكريم هو أنه كتاب هداية. صحيح أنه يعني لما يقول لك قد أنزلنا إليكم نورا وكتابا مبين، هو نور، فإذا ما تخلينا عن هذا القرآن إنسان يعني هذا الاستوديو الذي نوجد فيه إذا أطفأنا النور سامحيني عن الكلمة لا نرى شيئا ولا نستطيع أن نعمل. الإنسان إذا سار في الظلام كيف يسير، إذا عاش في الظلام كيف يسير؟ فهذا القرآن الكريم هو نور الله للإنسان، إذا تخلى عنه عاش في الظلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. هذا القرآن نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإنسان بدون القرآن أعمى لا يرى، والإنسان بدون القرآن ميت، فالقرآن روح، القرآن روح، روح يسري يعني حياة حقيقة. وأنه حتى أنه الشيخ مصطفى محمود يعني في 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 بعض مقالاته يقول إن هذا القرآن من نتكلم على خصوصية القرآن، إن هذا القرآن الكريم يعني حي، كائن حي، كائن حي فيه روح تسري، وإذا ما تعاملنا معه المعاملة اللائقة بكتاب الله تبارك وتعالى نجد حقيقة أننا نتكلم مع 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 مع, مع, مع كائن حي فيه روح، وهذه الروح هي التي تحيي الناس. بلا قرآن نحن أموات، أو من كان ميتا فحينا. هذه قد نزلت في عمر بن الخطاب فيما أعلم، يقول نزلت في عمر الخطاب رضي الله عنه، وجعلنا له نور يمشي به في الناس. فالإنسان بلا إسلام وبلا علاقة مع الله سبحانه وتعالى وبلا دين وبلا قرآن إنسان ميت، من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت. كم من إنسان نراه يعني يمشي ويأكل ويشرب، وربما يتجبر، وربما يطغى، وربما يظلم وكذا، وربما يحسبه الناس أنه فرعون من الفراعنة، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى ميت، لأنه لا يعيش بالقرآن، كالبيت الخرب تماما. ولكن من الناس أموات مثل ما ذكر الأستاذ، وهم أحياء بماذا؟ بما خلدهم الله سبحانه وتعالى بعلمهم وبقرآنهم الذي درسوه والذي يعني عاشوا من أجله وعاشوا له. فنحن نتكلم أختي الكريمة عن كتاب ليس كباقي الكتب، نتكلم عن كتاب رب العالمين، عن قرآن رب العالمين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول عليه السلام. وهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قرأه على الناس وبلغه للناس وعلمه للناس، كان قرآنا يمشي، كان خلقه القرآن، يكفي هذا. هذه الكلمة لعائشة في الحقيقة نحن والله نقولها هكذا. سئلت عائشة عن كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، نقولها وكأنها يعني
يعني إذا أردت أن تعرف خلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن الكريم. مشكلتنا أستاذ والنساء اليوم أننا لا نستشعر نسمع فقط ولا نستشعر الأحاديث وحتى الآيات القرآنية، نسمع الآيات القرآنية، نقوم بالصلوات الخمس أستاذي الفاضل خمس مرات في اليوم، نردد الفاتحة التي هي جامعة ومانعة يعني فيها كلمات يعني نستطيع أن نحيا بها وأن نتبع بها الطريق المستقيم، ولكن هجرنا القرآن، كيف يهجر القرآن؟ كيف يهجر القرآن؟ نعم. وهل القرآن يهجر؟ نعم. السؤال بالفعل المضارع يدل على وجود الجواب عند النحاة. نعم. السؤال الصحيح يقال كيف هجرنا القرآن؟ نعم. لأن فعلا هجرناه، القرآن لا يهجر. أجاب عن هذا السؤال ابن القيم منذ سنين، قال ابن القيم في كتاب الفوائد أن هجر القرآن يقع على خمسة أنواع. نعم. إما هجر السمع أو هجر الترتيل أو هجر التدبر أو هجر التداوي به. أما هجر السماع أو هجر الاحتكام إليه الله. إيه ذكرت أربعة أربعة ذكرت خمسة الاحتكام إليه صح. أما فيما يخص السماع فإن الله قال إذا قرأ القرآن عليكم بالاستماع والإنصات. الاستماع والإنصات، الاستماع نفسر المصطلحين. نعم. الإمام الزجاج وهو نحوي ومحسوب من المعتزلة قال الفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستماع يكون بالأذن والإنصات يكون بالقلب. والأخفش نظيره عند البصريين الاستماع والإنصات، قال الاستماع يكون سمعا بالقلب والعقل والأذن، أما الإنصات فيكون بالروح، أي أنك تتدبر ما تسمع، وهذا الإنصات لا يكون إلا لكلام الله، استماع يكون لكلام البشر شعرا أو نثرا، وهذا من التأدب مع كلام الله، وهذا مع التأدب مع كلام الله عندما نسمعه. نعم. أحسنتي. أما قلنا الأول الاستماع، استمعون القرآن هذه عبادة، استماع لكلام الله عبادة. ثانيا قلنا التدبر، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حتى الجن يعني استمعوا للقرآن. إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وفي آية أخرى قلوا إلي سمعوه قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا، سمعوا بآذانهم قالوا أنصتوا بقلوبكم، وسبحان الله لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون نعم. أي فالرحمة الإنصات. نعم. فالرحمة من مناطها ومراتبها ومدلولاتها وشروطها وأسبابها الإنصات للقرآن الكريم، سبحان الله، وهذه من رحمة الله. إنسان الذي ربما لا يستطيع القراءة يسمع فيوحى، ونردد دائما هذا الدعاء اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، ولن نتبع الطريق لهذه الرحمة. لا أحسنتي. ثانيا التدبر، الله قال في كتابه، إذا كان سمحت أستاذ تفضل 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 أستاذ الكلمة لك، ماذا بين أحداثكم معلش يكون تكون الحوار. أكيد. نعم جميل. شوف الكثير من الناس بك في العالم العربي اليوم يقول لك 40 أمي 40% 40 مليون أمي، هذا عدد ضخم ضخم جدا، 40 مليون ممكن حتى 50 مليون، شيء مؤسف. أمي يعني لا يقرؤون ولا يكتبون في عام 2019 يعني في أمة تقرأ، في أمة تقرأ، هذا مشكلة كبيرة. فالذي لا يقرأ القرآن كما سيتفضل الأستاذ، أو لا يستطيع أن يقرأ القرآن أو يتلو القرآن كما سنرى في أنواع الهجرة، على الأقل يستمع للقرآن الكريم هكذا أقل شيء، وعوض بالسمع. نعم. والسمع اليوم إلا من أبى، هناك يعني قنوات تبث القرآن 24 ساعة ليل نهار، قناة القرآن الكريم جزاكم الله كل خير من هذه النظر. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الأنفال فيما أعتقد، يا أيها الذين آمنوا. بالمناسبة احنا كنا قبل الخصوصية القديم لما يناديك الله سبحانه، ربي يناديك نداء الله، تصور أنت ربي ينادي على عبد ضعيف من أنفالنا، لا لشيء، لأنه كرمنا بالإيمان فقط، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذه أخطر آية راح نقولها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا نداء ثاني، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم مرة ثانية. هذه الآيات يعني عجيبة، صح عجيبة، كين كثير من الناس يسمعونهم لا يسمعون، ما معنى يسمعون لا يسمعون؟ يعني ما العبرة؟
من أنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولكن لا تطبقه بعد ذلك أو لا تتدبر فيه ولا تلتفت إليه حينما يتلى. يتلى نعم هذه هي الكارثة. أو تعرض عنه أضعف الإعراض. ومن أظلم ممن أعرض عن ذكر ربه؟ من أظلم منهم؟ هناك إعراض عن ذكر الله. فلا يكفي السماع، وإنما يجب على الأقل في المرحلة الأولى من مراحل الهجر أن نستمع إلى القرآن الكريم. صحيح. اللي ذكرها ابن القيم. فأردت أستاذ سمحني أنه بين بأنه كثير من الناس حتى السماع لا يسمعون. نعم. لا يقرأ. يعني هذه كارثة هذه. لكن السماع اليوم في سيارتك. هكذا؟ في سيارتك ركفة في الدار في يعني الناس ربما يعني يقضون الساعات في المسلسلات والأفلام والغناء ويسمعون للتفاهات أكثر مما يسمعون لكلام الله تبارك وتعالى. لكن الخطر وراه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. وهناك يعني أمر رباني وتلو تلاوة واحد تكلموا عليها إن شاء الله. نعم. نعم. تفضل أستاذ سامحني. تفضل أستاذ. النقطة الثانية تدبر. الله قال في كتابه يتدبر آياته، وهو يعني بعض السلف أنه كان يدعي فيقول اللهم إن لم ترى فينا خيرا لتجعلنا ممن يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم فاجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. والتلاوة الحق قال ابن كثير أنها تكون بالتدبر. التلاوة الحق هي التي تكون بالتدبر. تدبر آيات القرآن. أول شيء في التدبر أن تتدبر وتعلم وتحسن أنك تعلم من قائل هذا الكلام. فإذا علمت أن الله هو القائل تستشعر عظمة الله وأنت تقرأ. لأن الأنبياء رحمهم الله ما قضوا حياتهم إلا في شيء واحد، وهو أن يعظم الله في قلوب الخلق. فإذا عظم الرحمن انكسر القلب، درفت الدم العين. الإنسان إذا علم أن الله هو الذي يخاطب استكان قلبه واستراحت نفسه ونقيت طويته وصفت سريرته. هذا هو المقصد الأول من التدبر. وإلا أن نقرأ القرآن أو ندرس دراسة أكاديمية، قال العالم فلان أو قال الشيخ فلان أو قصد الله بهذا المراد هنا، فهذا يبقى علم، علم لك ولغيرك. أما التدبر وحسن الفهم عن الله هذه درجات لا يوفق لها إلا من أراد الله فيه خيرا. لهذا جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتدبر في القرآن وفهم كلام الله من الفقه في الدين. إن لم يكن من الفقه في الدين فما هو الفقه في الدين؟ هو على رأس الفقه. على رأس الفقه التدبر. إنسان يتوخى آيات بينات يعلم مدلولها، خاصة إذا اقترب من موعد النوم كان على فراشه يفتح بعض كتب التفسير المبسطة ليرى يقرأ معلومة أو معلومتين. أستاذي الفاضل، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وما قربها من مدن. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم مشاهدي الأفاضل هذه الجلسة المسائية القرآنية، ونتحدث عن هجران القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ويجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. إذا كنا نتحدث عن هذه الجزئيات وكيف نهجر القرآن الكريم، هجران القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله رب العالمين. أما بعد، قلنا النقطة الثانية وهي التدبر. قلنا التدبر لابد للإنسان يتدبر، وذكرنا آية سورة الفرقان، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد ينصرف السامع هذه الآية إلى أن المذكورة في الآية أي قوم النبي أنهم الصحابة، أنهم اتخذوا للصحابة القرآن مهجورا، فشكاهم الرسول إلى ربه، وهذا خلاف المقصود. فإن كلمة مهجورا أتت بالإطلاق، وفي اللغة إذا أتت كلمة نكرة بالإطلاق في آخر السياق وكان في البداية ياء نداء لم تحدث كما في الآية، فإن المقصود يكون الفعل المطلق، أي الهجر الكلي، هجر الحفظ وهجر العمل به وهجر التكلم فيه وكل شيء. ومن توفرت فيه هذه الشروط هم كفار قريش. نعم. لهذا قال الرسول: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروه كليا. نعم. فشكاهم النبي إلى ربه. نعم. وكأن الآية تخبرنا أننا لو هجرنا القرآن سندخل في سياق هذه الآية، وكأنه إخبار إلى ما سنصل إليه، لذلك الإنسان يتجنب. فلنحفظ القرآن ونتلوه ونتدبره ونتداوى به ونحكمه. نعم، نقف عند دائما عند نقطة التدبر لأنها مهمة ومهمة جدا، وهذه مشكلتنا اليوم مع القرآن الكريم. وهناك نص صريح في القرآن الكريم يتحدث هذه النقطة: أفلا يتدبرون القرآن، في معنى الآية، أم على قلوب أقفالها. إذن عدم التدبر في القرآن الكريم يؤدي إلى قساوة القلوب، وهذا قساوة القلوب هو داء العصر اليوم. يعني صراحة جاءت الدعوة إلى التدبر في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. جاءت في أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. وجاءت في قوله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته لذكر أولو الألباب. وجاءت في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سيدتي الكريم، الكتاب الوحيد في العالم وفي تاريخ البشرية، وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، أقول الكتاب الوحيد الذي يدعو الناس إلى أن يتدبروه وأن يتفحصوه وأن يطالعوه وأن يدققوا فيه لعلهم يجدوا فيه اختلافا واحدا، هو القرآن الكريم. إذا قساوة القلوب هي التي تؤدي إلى الإعراض عن القرآن الكريم أم ماذا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي أذنهم مقرا. هناك ناس معرضون عن القرآن الكريم، والذي يعرض عن القرآن الكريم لا يهديه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، والذين لا يؤمنون. إذا قساوة القلوب هي نتيجة للإعراض عن القرآن الكريم، قد تكون سبب ونتيجة. قد تكون سببا ونتيجة. نعم. يعني قد تكون سببا لعدم الاهتمام بالقرآن، ما هو شغل التدبر. بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. لأنه سيدتي الكريمة راح نجونيها إن شاء الله، لأنه لماذا؟ لأنه ذكر الإنسان الذي لا يقرأ القرآن أصلا كيف يتدبر القرآن؟ هكذا. لكن إحنا هذه الدعوة راهي للمسلمين وغير المسلمين، وربي يتحدى بها الكفار ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوفي من أنواع التدبر عند الغربيين الذين دخلوا القرآن، درسوا القرآن بقلوبهم وعقولهم وتدبروا فيه تدبر العلمي، يعني شوفي أمعنوا فيه النظر، لأنهم الفرق بينه وبينهم أنه إسلامنا إسلام تقليدي، ولهذا نحن لا نتدبر القرآن. احنا ولدنا في مجتمعات إسلامية، وجدت أبي مسلما، وجدت أمي مسلما، جيراني مسلمين، المسجد وكذا، خلاص أنا مسلم الحمد لله رب العالمين. ولكن هذا التقليد أضرنا كثيرا. كيف أضرنا؟ أضرنا بأننا لا نتدبر القرآن، لا يعني لا 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 إيماننا ليس إيمانا علميا ومبني على علم وعلى حقيقة، مبني على تقليد. والفرق بين هذا وهذا كبير. نعطيك مثال. هذا هو السبب إذن إلى ما آلت إليه الأمة. يعني هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. لكن أعطيك مثالا، هناك رجل غربي أسلم، أستاذ كبير
تعرفي لماذا أسلم؟ بدأ يقرأ القرآن الكريم من أول آية ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوفي التدبر لا ريب فيه وقوة المصطلح قوة الكلمة لا ريب ذلك الكتاب هي قراءة لا ريب وقراءة لا ريب فيه. إذا قرنا لا ريب وتوقفنا فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين إذا قرنا لا ريب فيه هدى للمتقين وهذا من التدبر من الإعجاز من الإعجاز القرآن نعم. فتوقف سيدتي الكريمة توقف لا ريب فيه هذا الكتاب لا ريب فيه فقال كيف بكتاب مبدأه يقول لا ريب فيه ويتحدى الناس هذا كتاب أنا جلدي يقشعر ممكن الناس راهم يشوفوا يعني اسمحوا لي أنا والله غير جلدي يقشعر هذه مجرد تدبر في البداية في بداية القرآن الكريم أسلم بسبب هذه الآية باختصار لماذا؟ لأنه وجد أن صاحب هذا القرآن قال لك مستحيل كل الكتب الأخرى اسمحوا لي على الأخطاء اعتذروا عن التقصير سأنقح وسأصدرك إن شاء الله في الطبعة المقبلة والطبعات المقبلة ولا تنتهي الأمور لأنه من كلام البشر ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أين الاختلاف في الكلام؟ التدبر سيدتي كان السلف الصالح يتدبرون في آية سيدنا عمر بن عبد العزيز كان شعاره آية واحدة تلك الدار الآخرة وهو أمير المؤمنين تلك الدار الآخرة ونجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ومتى يرددها متى يرددها العاقبة للمتقين قوية جدا العاقبة للمتقين تلك الدار هو كان أمير فيحدث بها نفسه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا في الأرض نعم. والعاقبة للمتقين كان يعيش بها ومات تقول الرواية مات وهو يرددها مات ويرددها سيدنا عبد الله بن عمر فيما أتذكر إن شاء الله هو إلى مشي هو راه واحد من الصحابة لا يهم الاسم يعني معليش نعم. لكن يهم حال السلف مع التدبر آية بأكملها ويل المطففين ويقرأ قيام الليل ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزرهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يبكي ليلة كاملة بهذه الآية ليلة كاملة حتى يخشى حتى يغمى عليه يأتيه سيدنا عبد الله بن عمر يأتونه بثوب من خراسان في ذاك الوقت لامبورتاس يعني الاستيراد كان من خراسان كان من فارس وكذا كانوا يأتون به المدينة ثوب يعني جميل وكذا وثوب جميل يعني قل من حرم زينة الله التي خرج العباد والطيبات من رزق ما في مشكلة يعني أنك تلبس الجميل ولكن ورعهم تقواهم تعاملهم مع القرآن الكريم سبحان الله حاضر رفض ذلك الثوب قالوا لماذا؟ قال لهم خفت أن يقال ليوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها وكنتم قوما بورا يا الله يا آية واحدة فتدبر القرآن الكريم هو إمعان النظر وإمعان العقل في آيات الله سبحانه وتعالى نحن عطلنا العقل سيدتي الكريمة اليوم يعني يسمح للأستاذ وربما يوافقني وراه في أصول الفقه اليوم الحرب حرب ضروس بين العقل وبين النقل بين العقل وبين الوحي هناك من عطل العقل تماما فإذا ما أمعنت عقلك اتهمت بأنك معتزلي وغير والمعتزل المعتزلة كان لهم خير كثير في الإسلام عندهم شطاحاتهم عندهم خرجاتهم عندهم انحرافاتهم ولكن قدموا للإسلام الشيء الكثير أين المشكلة فنحن عطلنا العقل والقرآن الكريم مساحة العقل فيه مساحة غريبة صحيح. كبيرة جدا أولو الألباب أهل العقول كم ذكرت أفلا يعقلون نعم. أفلا تتذكرون أفلا يتذكرون هكذا نعم. فالقرآن الكريم هو أصل دين جاء يعني ليجمع بين العقل وبين النقل نعم. فالله سبحانه وتعالى أعطانا النقل اللي هو النص وأعطانا العقول لنحكم مش لنحكم لنفهم هذه النص بارك الله فيكم ففهمناها سليمان لندرس نعم. ويعني قوية هذه الآية ففهمناها سليمان قوية جدا ففهمناها سليمان كيف يعني سيدتي لما نتكلموا شوفي خلينا نروح للتدبر مثلا القرآن الكريم مساحة النظر في القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أنا أقول لك بحاجة أنا أحس
وحس بالبؤس وحس ما نخبيش عليكم حس بالألم عندما أرى بأن يعني الذين لا يعلمون القرآن الكريم سبقون لهذا المجال واكتشفوا كيف بدأ الخلق. والآن بدأ الخلق في القرآن الكريم موجود علميا ومثبت بالتجربة. نعم صحيح. لما يقول لك البينج بانج الآن الانفجار الكبير نحن لم نكتشفه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق والفتق، الرتق هو الجمع والفتق هو الفتق، يقول لك تفتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، أفلا يؤمنون؟ أليس الدعوة هذه للتدبر؟ فقضية هجران التدبر، وهو القرآن الكريم أصلا أرسله الله سبحانه وتعالى للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يا أخي هكذا أستاذ؟ لام هذه لماذا؟ لام السببية، سببية أو لام الغائية، أو لام الغائية يعني ليتدبروا آياته. تعليلية. نعم والتعليلية بارك الله فيك، وأترك المجال ممكن للأستاذ. نعم تفضل. نعم نواصل التدبر ثم التداوي هكذا. كنا التداوي ناخذ التداوي. التداوي قد ينصرف ذهن السامع إلى الرقية الشرعية. التداوي بالقرآن يكون بشيء هذا خطأ، بل الرقية نوع من أنواع التداوي، والطب النبوي تداوي. نعم. والنظر إلى كتاب الله دواء، والعمل به دواء، وقراءته دواء. صحيح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والطمأنينة دواء العلاج. نعم للنفس. أيوه. إذا القرآن الكريم هي مشكلتنا اليوم، لا هي مشكلتنا اليوم. نعم. لا طمأنينة، تيهان. نعم. الإنسان يقرأ القرآن على عجل، على وجل وعلى عجل. فالقرآن إن لم يقرأ كما أنزل فلا يقرأ. القرآن اعتنى به العلماء قديما وحديثا، جعلوا تلاوته أحكاما، ولفهمه تفسيرا، ولكتابته قواعدا، ولحفظه أماكنا. فالإنسان لو جمع بين هذه الخيرات لنجا. التداوي بالقرآن له شروط. كيف أتداوى بالقرآن؟ أولا علي أن أقرأ القرآن، أخصص ورد يومي، أخصص ورد يومي إن كنت مثلا من حفاظه، أو أخصص ورد قراءة إن لم أكن من حفاظه. حتى هذه الوقت الزمني مذكور في القرآن الكريم، أفضل الأوقات لقراءة القرآن الكريم إن قرآن الفجر كان مشهودا وتهجد. نعم في الليل نافلة لك. نعم من الليل نافلة، اختيار هذه الأوقات. نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. وفي الليل لا يكون فقط بالصلاة فقط. لماذا اختيار هذه الأوقات بالضبط في القرآن؟ بالنسبة لليل قالوا الإنسان لو أمر بقيام النهار ربما لو قامه في المسجد أو في بيته، في البيت يراه أهله، أو في المسجد يراه الناس فيدخله الرياء. أما في الليل للكد نهار العمل، لكن في الليل يصفو الجو وتصفو النفوس ويظهر الصادق. روي عن أحد التابعين أنه اشترى جارية سوداء لم اشتراها، قال لها اشتريتك للخدمة، أنت جارية اشتريتك للخدمة. فابتسمت تلك الجارية، قال لها أو مجنونة أنت؟ قالت لا. لما جاء الليل نام ذاك التابعي، وقامت الفتاة للصلاة. استفاق التابعي من نومه، بحث وجدها ساجدة، فسألها ماذا تفعلين؟ قالت أصلي لله. ثم ابتسمت، قال وعلم ابتسامتك؟ قالت إن الله يحبني ولا يحبك. قال وكيف عرفتي أو علمتي؟ قالت لو أحبك لأقامك بين يديه، لكنه هذا توفيق من الله. توفيق. واش قالها هو؟ تعجب من الجواب هذا ونظر، قالت له يا إمام أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قالت له قرأ لي. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فشهقت شهقة وقالت هذه لذة الخبر فكيف بلذة النظر؟ وسقطت مغشية من ساعتها ميتة. سبحان الله.
هذا حتى تعلم الإنسان الذي يعيش مع القرآن كيف يكون حاله. ومن هذه القصة ما رأى أنها قالت له أتقرأ شيئا من القرآن؟ أي أنها لا تقرأ. الله. فالذي يقيم الليلة ويصلي لله ليس شرطا يكون حافظا للقرآن. عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي كان يصلي الليلة بآية إياك نعبد وإياك نستعين فقط، وهذه الآية قال عنه بعض المفسرين أن الله أنزل الكتب التوراة والإنجيل والزبور، علمها جمع في القرآن، وعلم القرآن جمع في الفاتحة، وعلم الفاتحة جمع في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الإنسان إذا علم هذه الأمور وهذه المدركات يتسنى له ويتوخى مجالس العلم مجالس الذكر كي يصفو قلبه بالقرآن فيداوي نفسه وروحه قبل جسده. نظرات تأمل، نظرات تأمل. نعم. قبل أن نواصل فيه مكالمة من فيه مداخلة، نثري هذا النقاش مع الدكتورة فاطمة من وهران من جامعة وهران. دكتورة مساءك سعيد مبارك وأهلا ومرحبا. مساءك أسعد، مساءك أبرك، مساءك أكرم لك والأستاذة الأساتذة الأفاضل الذين أثروا هذه الجلسة الطيبة بنفحات القرآن النورانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يفترض أن أبتدئ بها. في الحقيقة الموضوع عظيم جدا، عظم من نتحدث عنه وهو الله تعالى، وعظم ما نتحدث عنه وهو القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الكريم قد ارتبط بأوصاف وقد ارتبط بزمان، فأما الأوصاف فمنها البركة، كتاب أنزلناه مبارك، هذه الصفة الأولى. ثم ارتبط بالشفاء، وننزل من القرآن ما فيه شفاء. ما هو شفاء ارتبط بالرحمة، قال ما هو شفاء ورحمة للناس. ما معنى الشفاء وما معنى الرحمة؟ القرآن الكريم يشفي صدور الناس من الغل، يشفي صدور الناس من الشرك، يشفي صدور الناس من الحقد، يشفي صدور الناس من الظلم، لأنه حينما يتوقف عند كل آية تحيي بهذه المعاني سوف يتدبر هذه الآيات وسوف يجد شفاء في صدره إن أحب أو كره، يعني هو حتما سوف يجد هذا الشفاء إن طال الزمن أو قصر. فإن لم يشفيه هذا القرآن فسوف يرحمه. حتى الشفاء الجسدي قيل أو قال بعض العلماء أن المسلم الذي يقرأ القرآن بصدق وإخلاص سوف يناله من هذا القرآن شفاء حتى في جسده، بل حتى من أثقل الأمراض أو من يعني أخطر الأمراض. لكن إن لم يدب أو إن لم يجد في هذا القرآن ما يشفيه لمعصية أو لذنب أو لكبر أو لظلم أحدثه في الناس فأقل شيء سيرحمه. هذا القرآن إن لم يحقق في الإنسان شفاء حقق له حتما ولزاما ما هو رحمة. ولهذا الله تعالى جمع بين الشفاء والرحمة، الشفاء لمن يستحق الشفاء لصدقهم وإخلاصهم وصدق أعمالهم وصدق قراءة القرآن، لأن القرآن من يقبل عليه لابد أن يقبل بصدق، لابد أن يقبل بإخلاص، لأن المتوجه إليه هو الله. فإذا كان الإنسان يحب أن يتعامل مع أن يعامله الإنسان بإخلاص وبصدق فكيف برب العزة والجلال؟ كيف بالذي خلقنا؟ فلابد أننا إذا قبلنا على هذا الذي خلقنا أن نقبل عليه بصدق، وإذا تلون كتابه أن نتلوه بصدق. ولهذا الله تعالى قال ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله تعالى لم يطلب منا أن نتعجل القرآن ولا أن نسارع في حفظه، القرآن محفوظ من عند الله تعالى، لكن الله تعالى طلب منا أن نتبع القرآن. فإذا قرأناه فاتبع، قال اتبع قرآنه، اتبع هذا القرآن. ثم إن الله تعالى في كثير من الآيات طلب منا التلاوة وطلب منا يعني الترتيل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون. الله تعالى جعل الاستثناءات أن الله رحيم ويعلم أحوال الناس، هي أحوال بين القوة والضعف أو تتردد بين القوة والضعف، بالتالي الله تعالى راعى برحمته هذه الأحوال وقال فاقرأوا ما تيسر. ولهذا كانت الأمور التي فيها أمر هي على قدر الاستطاعة، أما الأمور التي فيها نهي فهي
نهي على اللزوم وعلى يعني وعلى عدم الاستطاعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، دون النظر الى قضيه الاستطاعه. ولهذا علماء الشريعه والامام الشاطبي يقول: اعتناء الشارع بالمنهيات اعظم من اعتنائه بالمامورات، لان المامورات جعلت على قدر الاستطاعه. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ان القران ارتبط باوصاف زمنيه او بامور زمنيه، وهي الفجر والليل. الله تعالى قال: وقرانا الفجر. ان والله هذه الايه اختي الكريمه العزيزة، هذه الآية تهزني هزة كلما، يعني ربما لم أستفق يوما ما إلى الفجر، أحسست أن الله تعالى ربما لم يشأ أن يجعلني من قراء القرآن في تلك اللحظة، لأن أو حرمني من أن أشهد أو يشهدني الله هذا النفح الرباني. الله تعالى لما يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا من الملائكة، مشهودا من ذاته العلية. فمن ضيع هذا الشهود العظيم، هذه النفحات، هذه الأسرار، هذه اللطائف، ضيع خيرا كثيرا. ثم يربطه بزمن آخر وهو الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا القرآن الذي يرتبط بأوصاف عظيمة وبزمان عظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يتلون القرآن حق تلاوته، وممن يقبلون على الله بصدق، وممن يقرؤون به. فقط أنا أستسمحك عذرا، أريد أن أقول لك أنني يعني في الأيام الأولى التي ارتبطت بها بمشرفي في دمشق، يعني كانت الجلسات الأولى للإشراف، تصوري أن أول مرة أسمع مشرفا يسأل طالبته يشرف عليها، يسألها كم من ورد تقرأي. هذا لا نجده عند المشرفين للأسف في الجزائر. المشرف هنا يعني ربما يسألها عن الخطة، عن العمل، عن أمور أخرى، لكن أول مرة أجد مشرفا يسأل طالبته: أنت كم تقرأين من القرآن؟ فأجبته مرة نصف، مرة حزب، مرة حزبين، على الاستطاعة قليلا. القرآن لا يستطاع معه، القرآن لا بد من أن نخصص له وردا. إذا أردت أن تتصلي بالله، إذا أردت أن تكوني مع الله، إذا أردت أن تكوني في معية الله، فخصصي لنفسك وردا تثبتين عليه. قال لي زوجتي: تختم القرآن كل 3 أيام. والحمد لله، أسرة ربانية، والشيخ معروف هو الدكتور البغى، ما شاء الله، زوجته حافظة لكتاب الله، أولاده حافظين لكتاب الله، ما شاء الله. وهو حافظ لكتاب الله. فهكذا نريد حتى في التعاملات. نعم، فيه نماذج، ما شاء الله، فيه نماذج. نعم، بالقرآن. شكرا جزيلا على هذه الجلسة القرآنية والنفحات الربانية. نسأل الله تعالى أن يمدكم بأنوار هذا القرآن وليانا وجميع المسلمين والشعب الجزائري خاصة. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، بارك الله فيك دكتورة فاطمة من وهران. تفضل أستاذ، نظرنا عندك تعقيب. نعم تفضل. راحت لي الفكرة الآن، كنا نتكلم على الآية الشفاء. نعم نعم. شوفي أختي الكريمة، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. بحكم تخصصي كإمام، والله أتألم من حال الناس، يعني حال الضنك الذي يعيشه الناس، القلق هكذا، الاضطراب، القراءة على عجل. نعم. الخوف من الخوف من المستقبل، البكاء على الماضي، الخوف حتى من الحاضر. يعني الناس في أوضاع كما يقولوا تندلها، تتمزق لها القلوب. والشفاء بين يديه. شباب، يعني كي يقول شباب من الجنسين، شيوخ، كهول، نساء متزوجات. البارح برك فقط أسرة بأكملها. والغريب والعجيب أنه سبحان الله، هذا الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء. الأستاذ كان ذكر أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني قرأ شيء من القرآن في ماء وصبه على مريض من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا. الرقية الشرعية ما عندنا فيها مشكل، ولكن الناس عندما ابتعدوا عن القرآن الكريم، بك يرحم والديك، واحد ما يصليش لا يصلي، لا 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 يقيم لله صلبا، لا يركع لله سبحانه وتعالى، وبعد يقول لك انا مقلق. هي انت تقلق بيسر، تقلق انت، لا تصلي انت، روحك لا تتصل بخالقها سبحانه وتعالى. والناس لا يفرقون بين السعاده، عاقبه هجران القران. نعم،
وجل الله سبحانه وتعالى وجل يعني لا يقرأ القرآن صورة واضحة للعيان في كل مكان ولا علاقة له مع الله سبحانه وتعالى ولا مع الدين وبعد يقول لك راني مقلق بطبيعة الحال هذه نتيجة طبيعية جدا. ربي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره من قيمة الأعمال. المعيشة الضنكا هي معيشة القلق معيشة الأمراض صحيح معيشة الأمراض النفسية. على بالك أن الناس يعانون من أوضاع من آلام جسمية والعلم الآن يثبت بأن الأمراض الجسمية سببها نفسي في كثيرها لمالادي بسيكوسوماتيك الأمراض الأمراض النفسية الجسمية يعني أمراض النفس الأمراض النفسية القلق وغيره يعني يتسبب في آلام جسمية الضغط العصبي ونعم. لماذا؟ الناس لا يفهمون يا سيدتي يا أخي هذه الروح التي بداخلنا روح القرآن سبحان الله الكريم وروح الإنسان هذه تتغذى بخالقها. الجسم نتغذى نأكل عندما نجوع عندما نعطش نشرب هكذا أستاذ نلبس عندما تكون الحرارة يعني نأخذ حمام ولا كذا أو في المبردات وهكذا. لكن الروح لا الروح لو تعطيها السيارات والطائرات والأموال وذهب الدنيا لا لا لا, لا يهمها هذا ليس شأنه هذا الجسد. ومن ثم فالروح تتغذى بخالقها تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدتي الكريمة احنا هجرنا القرآن حقيقة أنا نتكلم علاش على حال الأمة اليوم على خطر الأمور مربوطة ذوك الذي لا يقرأ القرآن ولا يرتل القرآن ولا يتدبر القرآن هكذا لا يتشافى بالقرآن صح. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يقرأ القرآن كمثل النعمة مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كمثل الحي والميت. أنا جاتني رسالة سيدتي أقول لك حاجة عندما هجرنا القرآن تدبرا وهجرنا القرآن أحكاما وهجرنا القرآن تدريسا وهجرنا القرآن تعلما سقطنا ولت حياتنا خرافات ولت حياتنا ظنون ولت حياتنا شكوك ولينا نخاف من العفاريت وإحنا مسلمين ونخاف من الجن وكامل مسكونين وكامل يعينونا وكامل يحزدونا وكامل يسحرونا يا أخي هكذا مشاكل صحيح. هذا هو الحديث الذي يدور مع حتى يعني أسف له أنه حتى مع النخبة يعني في المجالس يتحدثون عن هذه الأشياء وكأنها مشكلة قائمة في ذاتها حتى النخبة نعم يا رؤساء سيدتي دون ذكر أسماء رؤساء جمهورية. أنا أقول لك ميتيرون هذا ميتيرون اللي يتكلمون عنه ويحكون عنه باللي كان عنده من إفريقيا كان عنده وقيل 21 قزان ولا شيء يسموهم هذول نجام حول ولا قوة إلا بالله دخلهم في القصر الإليزي. هذا ليس خاص بنا لكن نحن أمة الإسلام أمة القرآن وربي قال قال قال, قال, قال يعني عن الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا احنا امه الحقائق. فعندما تركنا القران الكريم الحقيقه الكبرى الحقيقه الالهيه التي تشفينا من كما كانت تقول الدكتوره من وساوسنا من وساوس الشيطان واذا ذكر الله يذكر وجلت قلوبهم احنا نقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان يغيب الشيطان ضعيف امام الانسان وربي قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكيف انا الان انا اقول لك أنا أقولها على الملأ أنا ما نلقيش أجمع ما نلقيش لا لست لأني لا أؤمن بالرقية ولكن لا أؤمن بأن كل الشعب هذا الجزائري مصاب بالعين ومصاب بالحسد ومصاب بالسحر وكذا ونحن عندنا مشاكل حقيقية لأننا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى لأننا بعيدون عن الله لأننا هجرنا القرآن الكريم. ولذلك أسمع تصوري أنت باللي بعث لي واحدة تبعت لي مرأة تصوري ونصمة تبعت لي رسالة تقول لي يا شيخ أنا سأطلق مش تقول لي سأطلق والسبب ما هو تقول لي لأن زوجة أخي حكاية طويلة من الحكاية زوجة أخي لعبت لعبة والله نقولها بالدارجة مش متشدش العجوزة دارت روحها مجنونة وكذا جابوا لها الراقي شكون اللي بعث لك للجن قالت لهم مرت خويا اللي بعث للجن وأخوها زوجها صدق وراح يطلقها حول ولا قوة إلا بالله. هذه حدثت معي وللأسف الشديد تجدهم من مرتدي المساجد والصلوات صح ويقرؤون الصلوات ويرددون سورة الفاتحة يوميا سورة الكهف كل جمعة نعم. هذا هو الذي نأسف له صراحة يعني صورة مسيئة يسيئون للإسلام. وهنا أستحضر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رب بمعنى الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يعني هم في وضع خطير يعني في وضع خطير صح. أنه القرآن يلعنك كتاب الله يعني كارثة أستاذ والناس يشوفي أختي الكريمة والله لو تعاملنا مع القرآن حق التعامل والله لو اتخذنا القرآن خليلا واتخذناه صديقا واتخذناه يعني كما يقولوا في هذه الدنيا أنيسا والله ما 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 أنا لا أعتقد أنه الإنسان مع القرآن الكريم كما يقولوا يضطرب أو يخاف أو الناس اللي تعيشوا حالة خطيرة جدا وإحنا في حسب مفاتيح
والقرآن الكريم كل مفاتيح الدنيا أعطاها لنا. نعم صحيح. مفاتيح العلم، مفاتيح الإنسان من نحن، مفاتيح السعادة النفسية، مفاتيح السعادة النفسية، مفاتيح الحضارة، مفاتيح السعادة، التكافل الاجتماعي، مفاتيح كل شيء. كل نعم. كل أنا في حسب مفاتيح كل مفتاح الخير إلا والله سبحانه وتعالى أعطاه لنا. نعم نواصل للنقاش أستاذ عمار، ولكن بعد أن نستريح مع هذا الفصل الإنشادي فلا تبتعدوا مشاهدي الأفاضل. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو قلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه يا من عليه لكشف الضر أعتمد يا يا الله يا
غفار الخطايا فاعفو عما فيها أنا يا علي بالخفايا هب لنا صفو النوايا أنت غفار الخطايا فاعفو عما في الفؤاد فاعفو عما في الفؤاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تحرمنا من التدبر في كتابك في كتابك في كتابك العزيز. إذن وعن القرآن الكريم يتواصل الحديث هذه الأمسية القرآنية عبر برنامج مفاتيح، ونتحدث عن هجران القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم أستاذ، ولو أنه فعلا ما آلت إليه الأمة أمر يعني يندله الجبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. وهنا أستحضر يعني قول أحد العلماء يقول: ليس المهم أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المهم أن تكون في أخلاقك آية. وهنا هجران العمل بالقرآن الكريم، وهذا هو الخطير والذي له مآلات نعيش للأسف الشديد في وسطها وفي عواقبها اليوم في أمتنا الإسلامية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد العمل به، العمل بالقرآن الكريم، العمل لا يكون مربط الفرس وملتقى مبتدأ ونهاية الطريق ومنتهى الوصول. أن العمل به هذا لا يكون إلا عن علم. العمل في حد ذاته يكون عن علم أو عن جهل. أما العمل بالقرآن الكريم لا يكون إلا عن علم بالقرآن الكريم. كيف تعمل بشيء وأنت لا تعلمه؟ من الاستحالة. القرآن قديما قيل هو صالح لكل زمان ومكان، وهناك من قال القرآن مصلح لكل زمان ومكان. هو ليس صالحا فقط بل مصلح له، صالح المصلح، صالح المصلح في ذاته ومصلح لغيره. أحسنت. وكما ذكر الشيخ أن القرآن الكريم العمل به له مراتب تختلف باختلاف الإنسان وباختلاف فهم الإنسان للقرآن الكريم. روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين والرواية في 12 سنة. هل عمر من يحفظ البقرة في 12 سنة؟ سئل كيف؟ قال: ما حفظت آية إلا وطبقتها حتى أمر الآية بعدها. كيف كان حال السلف مع القرآن؟ كانوا أول شيء إذا قرأوا القرآن بكوا، كانوا إذا رأوا من يقرأ القرآن غبطوه، كانوا إذا جاءوا لأحكام القرآن طبقوها. عمر سمع وهو خليفة، سمع بأحد الناس بثلاثة نفر يشربون الخمر في بستان، فعمر تردد بهذا الخبر كي يقيم عليهم الحق وهو أمير. ذهب إلى ذلك البستان، سمع من وراء الحائط أن هؤلاء يشربون الخمر، تسلق الجدار وسقط عندهم. قال: الآن أقيم عليكم الحد. تكلم أحدهم فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، جئنا بواحدة وجئت بثلاث، نحن شربنا صح أخطأنا ولكن جئت بثلاث. فاستكان عمر الفاروق، وهو الفاروق كما يقول الشاعر الذي فرق بين الحق والباطل. لما استكان عمر قال: وما تلك الثلاث؟ قال: الله يقول: وآتي البيوت من أبوابها وأنت أتيت من صورها. سبحان الله الحجة. والله قال: ولا تجسسوا. تجسست. والله قال: ألقوا السلام ولم تلقي السلام. أخلاق القرآن. هؤلاء شاربوا الخمر في زمن عمر، يعرفون أحكام القرآن ويعملون بها ويلقنونها ويلقنونها لعمر حتى المعصية يعني حتى ويشربون الخمر. فاستدار عمر وركب الجدار كما ركبه في الأول وانطلق. في الغد أتى بهم لأنه يعني عرفهم. قال: أما المعصية فقد فعلتموها،
وأما الحد فواجب. قولك إنك علمت الحد بمعصية، قولك إنني علمته، والعمل بما علمته واجب. هذه نقطة تكلمنا عليها، العمل بالعلم، هذا من فقه عمر. العمل بالقرآن لابد أن يكون في نفسك أولا، ثم مع من يلونك، لأنه إذا اشتد حولك اشتد من حولك، إذا قوي عودك قوي من يعودك. فالإنسان إن كان يعمل بالقرآن يطبق أحكامه في نفسه ومع نفسه، والأصح على نفسه، يطبق على أهله وأسرته ثم مجتمعه ثم من له عليهم سلطة. وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. لهذا الإنسان يقول، نشوف إنسان بناته متبرجات خارج المنزل في الشاطئ، واش نقولوا؟ لسانك مش مطبق أحكام القرآن في حياته، بدليل ها هو الدليل. لكن نحن هل طبقنا؟ ربي قال ما تتبعش عورات الناس، الحكم على الناس، يعني أصبحنا بامتياز نحكم على الناس طامة، يعني هذه طامة كبرى. نحن نلومه فيما نفعله، نحكم على الناس كما قال الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا قل يا عين للناس أعين، كما لك عين للناس أعين. العمل بالقرآن محروف فارق صح. بارك الله فيك، سامح لك فارق لك التي أحسن. أحسنت. كما قال شيخنا، العمل بالقرآن لازم يبدأ بأنفسنا. نعم لازم. هو شوف أستاذ، يعني سامحني. نعم تفضل. شوف يا أختي الكريمة، أنا نحب دائما أن الناس يفهمون لماذا دكتور القرآن منهاج حياة. قلنا في البداية باللي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هداية للناس، هكذا. دك لو أن مثلا الإنسان اشترى مصنعا، ولله المثل الأعلى، الآن تروح تشتري مصنع من أي مكان يبعثون معك التقني ويبعثونك معه الكتالوج، الدليل، دليل، صح ولا لا؟ صح. فتصوري أن إنسان مصنع هذاك لا 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 يفتح فيه، لا 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 يطبق فيه الدليل هذا، فكيف كيف سيتحرك ذلك المصنع، أو كيف سينتج ذلك المصنع؟ لا يمكن، وسوف يخطئ، وسوف يعني يفعل حماقات، وربما يكسر تلك الآيات وكذا. هذا بالنسبة لآلة، فما بالك لإنسان؟ الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله منهج حياة، وقال لما أنزل آدم إلى الأرض قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. هذا قانون أختي الكريمة، من أعظم ما هجرنا في القرآن الكريم، هجرنا قوانين القرآن الكريم. في القرآن الكريم كاين سنن ربانية، كاين قوانين ثابتة، سنة الله في الذين قد خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن لا تحابي، عمياء صماء لا تعرف. احنا لسنا لاننا مسلمون لا تصيبنا السنن، هذا غير صحيح. السنن تنطبق على الجميع، اذا وما يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياه طيبه، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذه سنه من الله سبحانه وتعالى. اذا نحن احسننا العمل ومساحة العمل، وانت تتكلم على العمل بالقرآن الكريم، أنا والله غير مساحة عجيبة. احنا كنا نتكلم على الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكرهم الله عز وجل عبر القرآن الكريم أمثلة نماذج. احنا كنا نتكلم على سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهم السلام، كان يعني يصنعان الدروع الحربية والصناعات الحربية في المعاصر الآن، هكذا صناعات حربية عجيبة. تروحي مثلا ذو القرنين كان يعمل المنشآت الكبرى، السدود وغيرها، بما يفهم الآن بالجراند انتربريز كما يقولوا في العالم الآن، هكذا. سيدنا الخضر عليه السلام كان عالما يعلم الناس، وسيدنا موسى عليه السلام ورانا يعني أنه قام بعمل صالح، أنه ذهب وسافر كما سافر الشيخ يبتغي العلم، وقال: هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا عمل صالح. سيدنا إبراهيم عليه السلام الفتى الذي كان يسارع الطغيان والظلم والشرك بالله سبحانه وتعالى، عمل. فالعمل في القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم هو هذه تلك المساحة التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى عبر نماذج، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. احنا ذكر كرما إذا لم نعمل بالقرآن الكريم فلماذا نقرأه؟ لماذا حتى نتدبره؟ يصبح ثقافة إذن. نعم يصبح ثقافة. كاين كثير من الناس، من المستشرقين الآن، مستشرقين من الدرسين الأكاديميين، يعرفون القرآن الكريم والله أحسن منا،
ويقرؤون القرآن الكريم أكثر مما نقرأه، ويدرسونها أكثر مما ويتدبرونه أكثر مما نتدبر، ولكن لا يعملون به ولا يؤمنون به، فهل ينفعهم؟ لا ينفعهم. فنحن مسلمون، وهذا الدستور الرباني الإلهي أرسله الله تبارك وتعالى لنا، لن نجعله في الرفوف كما كنت في المقدمة أو نقرأه عن الموتى فقط. نعرف بعض، نعرف بعض العائلات والله ما يقرأون القرآن، كيف يدير الميت يديروا البوست يديروا في الغنم. هذا هل هذا هو التأدب مع القرآن الكريم؟ هذا ليس أدب مع خلاف التأدب. نعم، هذا بالعكس، هذا يعني فيه لعب، وفيه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أو لعبا ولهوا. هذا كما قال أحد الصالحين، أستذكر هذا القول يعني صراحة أعجبني كثيرا، نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عمل. هذا على الأقل يتلونه. نعم، اتخذوا التلاوة عمل على الأقل يتلونه. كاين الناس والله لا يسمعون القرآن الكريم ولا يقرؤون القرآن الكريم، وإذا مات الميت جاء إلى حد الآن، سبحان الله العظيم. صح، أصبحت عادة وليس عبادة، أصبحت عادة وعادة سيئة. وربي قال لتنذر به من كان حيا، القرآن هو حياة، القرآن هو منهج حياة. لتنذر به من كان حيا، صحيح، نعم، لتنذر به من كان حيا، مش مات اللي مات أفضى إلى ربي سبحانه وتعالى. القرآن يكون شفيع لعبده يوم للعبد يوم القيامة إذا كان يتلوه ويعمل به. نعم، هذا هو. فهجراننا أختي الكريمة، هجراننا في العمل بالقرآن الكريم هجران خطير جدا. مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرج، ريحها طيب وطعم. نعم، وأخطر ما في الأمر أنه الإنسان إذا عرف أن له الحق في القرآن الكريم جاك يقول لك الشيخ افتيني وراه عندي مشكلة، فهمتني؟ وإذا ما دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، هكذا يعني يعرضون عن 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 عن, عن, عن الاحتكام والعمل بالقرآن الكريم. ويكن لهم الحق ويأتوا إليه مدعينين. ربي قال لهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الخاسرون. نعم، طيب طيب أستاذنا الفاضل، يعني لم يبقى من عمر البرنامج الكثير، كيف نعود للقرآن الكريم أستاذ؟ كيف نعود للقرآن الكريم؟ نعم، كيف نعود لحياتنا، لمنهج حياتنا؟ نعم، قيل أن القرآن نزل على أمة محمد فأصبحت أمة محمد أفضل الأمم. نعم، ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح رمضان أفضل الشهور، أفضل الشهور. ونزل في ليلة القدر فأصبح ليلة القدر أفضل ليالي. ونزل على محمد أصبح محمد أفضل البشر. فكيف لو نزل القرآن في قلبك؟ اجعله في قلبك وسترجع إلى ربك. اجعل قلبك مستنارا وسينير لك الله الدرب بالتوفيق. لهذا دعاؤنا في كل يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، قبل ذلك اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم أي صراط؟ غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. صراط المستقيم هو الصراط الذي نتبعه نحن، حياة قلوبنا، حياة روحنا، حياة أبداننا. هذا الرجوع هل يكون عن طريق برنامج حتى نأخذ بيد بعضنا وبيد بعض ربما المشاهد الآن كإجابة طريقنا. أحدثك عما علمته. نعم، الرجوع إلى الله لا يكون إلا أولا بالنية الصحيحة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، استحضار النية. نعم، استحضار النية والتوبة والندم، وأن تأخذ بيدك إلى من يجرك للخير. في زمننا هذا أصبح الأمر صعب. صحيح، في أنتر الشيوخ، في كل مكان، أنتر الصالحين، أنتر الأئمة والأخيار، هم من يدلونك على الله سبحانه وتعالى. هذا هو زمننا. إذا نعم، سمحت لي نمزل الوقت شوية من فضلك. نعم، لأن نعم، هذا أمر مهم جدا وهو في الأخير الحقيقة. نعم، أنت قلت عبر برنامج، ونعم هو المشروع الآن مشروع أمة. وفي يعني نحييكم يعني كجمعية المعالي، فيه جهود جبارة على هذا المستوى. مشروع النهضة بالقرآن الكريم يعني مشروع ضخم جدا، وقفت على هذا المشروع من خلال العديد من الروبورتاجات. يعني تحية تقدير أستاذ الفاضل ولكل يعني جمعية المعالي، المجهودات الجبارة التي تقومون بها. مخيم لحفظ القرآن الكريم، حضرها الأستاذ، حضر بعضها الأستاذ، هي ترغيب الشباب. هذه المبادرة كطريقة كذلك للشباب كسبيل. نعم، كسبيل. أنت قلت مشروع، وانت ذكرت المثيرات، يعني دائما الإنسان يكون المضاد والمضاد الآخر. أنا أوجه نداء من خلال هذا البرنامج الطيب للمحسنين، والله يا سيدتي قلبي ينفطر ويتألم. علاش؟ عندما نفتح التسجيلات احنا نهتم بالمخيمات القرآنية صيفا خاصة لنتيح للطلبة، لأن الطلبة لا يمكن. وبالمناسبة حتى لا يعني خطر، ممكن احنا تكلمنا على الهجران، طبيعة الموضوع تكلمنا على الهجران، ولكن في الجزائر الحمد لله رب العالمين هناك نهضة قرآنية.
هناك مدارس قرآنية كثيرة وفيها وكبيرة. فيها استجابة فقط من يحمل هذا المشروع ومن يطلق هذه المشاريع. صح يعني سيدتي استجابة لا نظير. على بالك حنا نفتحوا في ساعة صدقين ولا مصدقين، ساعة ولا ساعتين تلحق تسجيل 2200 في هذا الصيف، هذا 5000 تقريبا مسجلين، ولكن إمكاناتنا لا تسمح لنا. والرهان عليكم أستاذي الكريم أن نعمل بهذا القرآن، أن نوضح الرؤية لهذا الشاب الذي حفظ القرآن الكريم بأنه أمانة في صدره، كيف له أن يحفظ كتاب الله ولا يعمل بما يقوله الله سبحانه وتعالى؟ هذه المشكلة. أنا قلت لك مشروع ماهوش يعني ماهوش حيف فقط، عنا الحفظ وعنا أحكام التلاوة وعنا التدبر وعنا حتى يعني مجالات التطبيق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عنا واحد المجال اسمه مجال رشد رابطة الشباب الدعاة، هو مشروع آخر لتربية الشباب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة بالله سبحانه وتعالى لا تكون إلا أساسها القرآن، وجاهدوا به جهادا كبيرة، والدعوة للقرآن الدعوة بالقرآن الكريم هذا أمر يعني كما يقولون مفروغ منه. ولذلك أنا قلت وجهت يعني نداء للمحسنين أن يساعدونا في الأمر هذا. احنا في بعض الأحيان يعني تصورتي باللي 1000 تدي منهم 40 ولا 50 لأنه ما عندكش الإمكانات. نعم. 950 وين يروحوا مساكن؟ مشكلة كبيرة. ولكن أبشر الشعب الجزائري باللي في الجزائر الآن كاين نهضة قرآنية، كاين مدارس أختي الكريمة يخرجوا بال 700 وبال1000 واحد، كاين مدارس بالآلاف بالمئات يقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى، وكبار ونساء، حتى النساء حتى الشيوخ حتى الكهول كاين إقبال على القرآن الكريم. ولكن هذا أقول هذا مشروع أمة سيدتي، هذا مش البرنامج راه مفاتيح، اعتبره مفتاح من مفاتيح اننا مشاريع الكبرى. نعم يعني كما قال الاستاذ دوك حنا انا لا انتظر المشروع، انا كفرد علي ان التزم بالقران الكريم، وان شاء الله يا رب نكون منهم، لانه انا وانا اقول كما قال الاستاذ الاول والله خفت، لانه خفت ان اقول ما لا افعل مشاغل وكذا، ولكن المفروض ان لا يشغلنا عن القران شيء على الاقل. يا سيدي احنا ما نقولوش للناس كل يوم رطلوا القران الكريم، وما تكلمناش على الترتيل بالعاده. نعم. بالمناسبه وتلاوه القران الكريم واتلو ما اوحي لك من كتاب ربك ورتل القران ترتيلا، يعني حسنه كذا. نعم ننتهي ثم ننطلق هذا هو معنى التلاوه. هذا هو معنى التلاوه، هذا اسمه الحال والترحال. نعم. حال وترحال يعني يختم ويعود، هذا افضل الناس. ولكن على الاقل يا سيدي مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع او صفحه يعني بعد كل صلاه، يعني اذا ما كانش كل يوم حتى لا نقل الناس ولا الناس برحمه الله سبحانه وتعالى، لكن الانسان على الاقل يعني يتعاهد القران ولو مره في الاسبوع. للاسف وسائل التواصل الاجتماعي يقدر كل يوم ما عندوش حجه. انا قلت لانه ينام كل يوم وياكل كل يوم، كذلك ياكل ويكل ويطعم روحه كل يوم ويبحر في وسائل التواصل الاجتماعي ساعات وساعات. هذا الاستاذ وانا اردت التخفيف على الناس على الاقل، ولكنه يبحر في وسائل التواصل الاجتماعي ساعات وساعات. لا 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 وفي الهاتف ساعات وساعات. أنا ما نتكلمش على هذا، نتكلم على إنسان حقيقة يسمى أنه مش ما ندخلوش في نتهم الناس ولا نحكم على كما لا نصحح كما نصحح ليس نحن ليس في محل التهمة، ولكن حرقتنا على هذا المسلم هو الذي حكم فقهي سيدتي. نعم وهذا الذي دفعنا أن نتحدث بهذا الأمر أستاذ الناس. حكم فقهي سيدتي، لما أنت تقولي ما تقرأش الواحد كل يوم ما تقرأش القرآن الكريم أنت هاجره، فهذا حكم وهذا لا يصح يعني. فهمت ايش حبيت أقول؟ لأن العلماء على الأقل يقرأ في الصلاة الفقهي يعني صح. يعني ما من أطعم جسده 4 مرات في اليوم أفيطعم روحه مرة واحدة؟ نعم. ولكن ولو بقالي ولو بآية واحدة. نحن نتكلم على الحكم الفقهي حتى لا نحكم على الناس بأنه هجروا القرآن الكريم إذا لم يقرأوا كل يوم. حكم للناس لا، هذا هو صح. يعني إحنا مذهبنا أن نقرأ القرآن كل يوم، ولكن هذا الذي يهجر القرآن أكيد سيقع في السيء. أكيد. هذا العواقب. نعم. شوف نقول لك حاجة، عواقبه مآلات. أسمع يخاف من الجن ومن السحر ومن العين ومن الحسد ومن خياله، فهمتني، ومن الظلمة، يعيش حياة ظلمة، فهمتني. ولا يبارك الله له لا في عمره ولا في تجارته ولا كذا، نشوفهم فهمتي معيشة ظنكة والعياذ بالله. نعم. نحن نريد أن نرجع للقرآن الكريم، أن ننهض بالقرآن الكريم. معنا إذا هنا أصبح قراءة القرآن واجب على الأقل صفحة في كل يوم. ما نقولوش واجب، نقول إن شاء الله مستحب وإن شاء الله محمود ومشكور من يقرأ إن شاء الله ومجازى بالخير إن شاء الله بإذن الله. نعم. تفضل المفاتيح. وله بكل حرف، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف ولكل بحرف 10 حسنات. اللهم لا تحرمنا من هذا الأجر. آمين يا رب. نعم. تفضل أستاذ، مفاتيح ختامية. نعم. الإنسان نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نعم. وفي الختام أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن يتلون كتابه حق تلاوته. أنا الليل وأطراف النهار. أنا الليل وأطراف النهار. يعيشون مع كلام ربهم. لهذا الأحنف بن قيس يوما قرأ قوله تعالى وفيه ذكركم وفيه ذكركم، قال أي أن ذكرنا من جزء القرآن. أين ذكري؟ فتح المصحف
بدأ بتقريب الصفحات والقراءة. مر على قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال اللهم إن لست من هؤلاء أنا أعرف نفسي. ثم مر على قوم إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، قال يا رب لست منهم، إلى أن وصل إلى قوله تعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال اللهم إن من هؤلاء. لكن ان شاء الله مرحومون ان شاء الله باذن الله. اللهم الله امين يا رب العالمين. الاستاذ في جامعه تلمسان لماده اصول الفقه استاذ بروبة، شكرا جزيلا لك على الحضور. استاذ عماره والناس شكرا جزيلا لك على الحضور. في الختام نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا وان يردنا اليه ردا جميلا. شكرا لكل من شاهدنا واستمع وتابعنا وانتفع في هذه الامسيه. تحياتي وتحيات الفرقه التقنيه التي رافقتني وكل الزملاء، دمتم سالمين آمنين وفي أمان الله.